السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، إيه ده النهاردة هنعمل كده إيه؟ حاجة مقبلات جنب السمك. هعمل سمك التونة كده، سمك جميل، فقلت أعمل جنبه إيه؟ طبق البطاطس الجميل ده هوريكم أعمله إزاي. دي بطاطس بجيبها واسلقها وهي سليمة عشان ما يدخلهاش مية كتير، وبعدين بقشرها زي ما حضراتكم شايفين كده وبقطعها مكعبات، تمام. بنزل عليها بخل، معلقة كبيرة خل كده، بنزل عليها، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، الملح على حسب ما انتي بتحبي ملحك، وكمون طبعا البطاطس بتحب الكمون، ودي شطة الفلفل الشطة مع الثوم. بنزل بيهم كده كلهم، كل المكونات، وعليهم الزيت، حط حبة زيت حلوين كده وقلبي. انا طبعا زودت الزيت لاني هزود بقية البطاطس كده معاكم اهو، وحط الملح حلو يعني، وبدوقها برضو لو احتاجت ملح، لو احتاجت انها تحمى شوية، بس هو الفلفل ده طبعا حمانه رهيب. عايزة تسيبيها كده، انا عملتها كده، احنا كنا الاول بنهرسها، بس بجد لما بتتعمل كده بتبقى في منتهى الجمال وطعمها جميل جدا جدا. جربوها بالطريقه دي. بصوا ادي كده البطاطس اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، تقطعيها عادي خالص اهو مكعبات كده صغيره عشان تعرفي ايه تاكلي. تمام، كده لما بتسلقيها وهي صحيحة كده بتبقى احسن كتير من انك تقطعيها وتسلقيها. هي لما بتقطعيها وتسلقيها ما بتاخدش وقت في السليق، لكن بتبقى طرية قوي كده وبتتملى مية، لكن كده بتبقى احسن طبعا. اهو قلبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، قلبي وسيبيها بقى كده شوية قبل ما تيجي تاكلي بقى تكون شربت من ايه، من الحباش بتاعها ده، بتبقى تحفة تحفة. وبألف هنا وشفا للي هيجربها. وده كان فيديو النهاردة كده، فيديو خفيف وبسيط كده، أتمنى تجربوه، وبألف هنا وشفا على قلبكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.